الشيخ السيحمي رحمة الله عليه، جاءته رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة؟ قال: الجزائر. ثم قال: ماذا؟ قال: الجزائر. ثم قال: ماذا؟ قال: الجزائر. فالجزائر هي لكم ونحن نستحضر تضحيات الشهداء الأبرار في معركة الجهاد والتحرير، ونستحضر واجب أجيال الاستقلال في معركة البناء والتعمير في كنف الجزائر الجديدة بما تزخر به من إمكانات بشرية وخيرات مادية تغبطنا عليها أمم وتحسدنا عليه أخرى. الشعب الجزائري هو الذي أهدى هذا الوطن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استرجاع السيادة الوطنية، فقال مرشد الجزائر مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستقلال: يا محمد مبروك عليك، الجزائر أرجعت ليك، فإن الجزائرية لم يجد أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدي إليه تراب الجزائر وسلاوة ماء الجزائر وتاريخ الجزائر.